نرى بعض الأشخاص في الصلاة لا يضع يديه فوق صدره ويتركها مدلة، وإذا سألته قال أنا مالكي، نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. وضع اليدين على الصدر في الصلاة حالة القيام سنة من سنن الصلاة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلها أفضل. وإذا سدل يديه وأرسلهما فهذا جائز، لكنه خلاف الأفضل. وإن كان هذا قول المالكية فهو قول مرجوح، واتباع السنة أولى وأحسن في هذه المسألة. نعم.